برحب بحضراتكم وهنستمر في الحديث عن آخر مستجدات للأزمة السودانية. آخر الأخبار الأخيرة بتقول أن فرار الآلاف من الخرطوم إلى أماكن أخرى في السودان لاحتدام القصفية. يمكن كمان الهدنة اللي حصلت كانت وقت محترم جدا وكويس جدا عشان الناس تقدر تاخد نفسها، اللي محتاج يخرج اللي محتاج يتحرك، لأن في ناس محبوسة من يوم السبت في البنوك وفي المدارس زي ما قلنا في الأول. خلينا نستقبل مع حضراتكم دكتورة سارة كيرة، خبيرة المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث. مساء الخير يا دكتورة، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك بخير. قولي لي إحساس حضرتك لما شاهدتي الجنود المصريين اللي كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع وهم على الأراضي المصرية نازلين من طياراتنا، بألف سلامة. أولا طبعا الحمد لله على سلامتهم واحد واحد، وكلنا طبعا مشاعر ما بيننا جميعا، سواء على مستوى أكاديميين إعلاميين الشعب كله، كنا في انتظارهم لأن ده صراع ليس لمصر فيه ناقة ولا جمل كما يقولون، ودايما مصر يعني واقفة بدور الداعم خاصة في كل الدول يعني التي يعني نتشارك معها في حدود مباشرة كما هي وكما هو الحال في السودان. فالنهاردة احنا دايما بنقوم بدعم عسكري ودعم فني للدول الشقيقة المجاورة اللي في حاجة إلى سواء تدريب عسكري أو فني في جميع المجالات. فطبعاً ما كناش منتظرين الزج بأولادنا أو تعرض أولادنا لموقف داخل دولة شقيقة بالمنظر ده، والمنظر ما كانش خفيف علينا. طبعاً كلنا بنقلق على بعض وكلنا بنتمنى السلامة لبعض سواء في الداخل ولا في الخارج. فألف الحمد لله على السلامة لكل ولادنا اللي جم، وزي ما بقول لحضرتك طبعا هنناقش الصراع، بس الصراع ليس لمصر فيه ناقة ولا جمل، ومصر دائما ما بتتدخل في يعني سياستها الخارجية خاصة في كي دول يا فندم ليهم وضع خاص معانا زي ليبيا السودان سوريا، لأن الدول دي جمعتنا بيها حدود مشتركة. يعني إحنا كنا مصر والسودان، كنا الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا، ليبيا هناك العديد من المصريين هناك والعديد من الليبيين هنا، وبنتشارك برضو حدود مشتركة. فدي دول ليها وضعية خاصة معانا. دكتورة سارة، فطبيعي جدا. أيوة فعلا. هل كانت احتجاز ضباطنا كان محاولة ضغط على مصر، محاولة جار رجل مصر، كان محاولة لتأزيم الموقف مع مصر، وكان التعامل بتاعنا أسرع وأحكم حكيم بقدر كافي إن احنا نعبر على الأزمة دي، زي ما أزمات كتير كانت بتحاول تتعطلنا في طول الوقت أو استدراجنا لمعارك مش بتاعتنا؟ هل كان في حالة استدراج؟ بص يا فندم، هو لسه بدري على هذه الاستنتاجات. في المواقف الشائكة اللي زي دي احنا طبعا بنبقى ماشيين وراء بيانات الدولة حرف بحرف طبعا، كإعلاميين أكاديميين كلنا، لأن طبعًا الموقف دلوقتي طبعا موقف في السودان إيه اللي حاصل أنا عارفين، وتاريخيا عارفين وعارفين حصل إيه في السودان، عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا عارفين. السودان شهدت مظاهرات وأطاحوا بالبشير، ثم جاءت حكومة البرهان وابتدت السودان تمشي في خطوات تطبيع مع إسرائيل، إزالتها من الدول من لائحة أو قائمة الدول الراعية للإرهاب اللي اتحطت عليها من زمان قوي في أمريكا، وعلشان بالتالي في عقوبات عليهم اقتصادية ومالية، فبالتالي يقدروا يتنفسوا الصعداء زي ما بيقولوا، لأن سبب المظاهرات كانت أزمة اقتصادية مالية بالأخص نقدية طاحنة في السودان. فمع تغير الحكومات طبعا احنا بنشرح الموضوع سريعا جدا عشان مشاهدين حضرتك، فسواء الزج بمصر او لا، بص انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا عارفين كويس جدا مصر تاريخيا سواء جغرافيا او مواردية فهي دوله دائما مطمع. طيب سبب انك مطمع او الجغرافيا السياسيه اللي هي تخصصي انا بقى، وجودك في هذه المنطقة من العالم بتفرض عليك سياسات معينة. بتفرض عليك سياسات معينة. يعني كنا مثلا بيقولوا ايه مصر بتتسلح ليه؟ لا ما هو ما ينفعش ثلاث اربع دول يقعوا حواليك
وما نتسلحش. ما ينفعش الارهابيين هنا ويمين وشمال وما نتسلحش، ما ينفعش. طيب فهي دي الجغرافيا السياسيه. فاحنا جغرافيا للاسف الدول محاصرين، الدول اللي يعني نقول ان احنا بقعة خضراء في منطقة ملتهبة جدا. طيب هل احنا يمسنا جزء من هذا الالتهاب اللي في الجنوب؟ لان عند حضرتك قضيتين امن قومي، السودان نفسها كده كلها على بعضها امن قومي لان ده عمق مصر الاستراتيجي واستقرارها من استقرارك كبلد لان دي على حدودك المباشرة، وعندك موضوع سد النهضة سواء بنزج او لا نزج فهي كانت قمة الحكمة تكميلا على سؤال حضرتك ان احنا نرجع اولادنا الاول. اول حاجة اولادنا اللي في قاعدة المروة عندكم يرجعوا خلاص، لان لا ناقة لينا ولا جمل. اوكي، السودان كحكومة معترف بيها دوليا هي اللي بنتعامل معها، احنا ما بنتعاملش مع ميليشيات. طلبوا مننا التدخل والمساعدة كدولة شقيقة، وهناك الاتفاقيات للدفاع المشتركة أولها اللي ممكن يتم تفعيلها من جامعة الدول العربية نفسها، وينفع مصر تتدخل بس بناء على طلب يا سواء جامعة الدول العربية يا سواء السودان نفسها، السودان نفسها يا إما كمان من ناحية الآليات من الاتحاد الأفريقي. ننسى الاتحاد الأفريقي لأن في هذا الشق في بعض الدول الأشقاء الأخرى من الأفريقي. ولكن النهاردة ده عمق استراتيجي لمصر السودان واستقرارها من استقرارك بالنسبة للحدود المباشرة معاكي، هتكون أول المتأثرين بأي خلل داخلي. طبعا 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 طبعا، أولهم نسبة تدفق اللاجئين، يعني كل السودانيين اللي هيهربوا دلوقتي لو الصراع اشتد مين هيستقبلهم؟ مين أول دولة؟ إحنا. مصر. هيروح فين؟ هيروح تشاد اللي مش مستقرة ولا هيروح فين؟ هيروح فين؟ أوكي؟ ولا هيروح مالي اللي كلها إرهاب ولا هيروح؟ مش هيروح أثيوبيا طبعا. طب فالنهاردة إحنا ممكن نكون بصدد سيناريو لتقسيم السودان، لأن المخططات بتقول إن السودان ده في رأيي أنا المتواضع إن ممكن تكون في خطة لاستقلال دارفور، لأن في المخططات إن المفروض تقسم السودان ثلاث دول وليبيا تقسم ثلاث دول زي ما كانت أيام الاستعمار الإيطالي. فالنهاردة كده كده الموضوع ده شائك، فلازم كلنا نكون وراء بيانات الدولة، لأن أنا سهل جداً أقول لحضرتك دلوقتي في مؤامرة من الدولة الفلانية ومؤامرة من الدولة الفلانية، ولكن كمحللين متخصصين أنا هتبع الدولة وبياناتها. وأنا بتبع نفس مدرستك يا دكتور، يعني خلينا أقول إحنا هنا في المنصة دي بنتبع نفس نفس النظام. شائد جداً. وفي حاجة تانية، في انتشار كبير جداً لجماعات الإخوان هناك وفي خلايا نايمة كتير جداً، فأنا مش هستقطع أخبار ولادي ولا بلدي ولا أهميتي ولا مصلحتي منه خلاص، لأن إحنا النهاردة في صراع حتى سياسي أيديولوجي، والسودان مرتع للعناصر الإخوانية هناك، فبالتالي أنا هشوف دولتي بتقول إيه وهو ده اللي أنا هصدق. طب دكتورة فكرة ان هم يجوا على دفعات، انا عايز اقولك انا لو عندي 100,000 وعايزين طائرات مصرية تروح تجيبهم هيحصل وفي دفعة واحدة بالزبط. يعني فكرة انه يجوا على اكتر من دفعة، هل تفضلي؟ هي قمة الحكمة ان احنا اتصرفنا، عارفة حضرتك اللي هو يعني اخد ولادي في ايدي الاول بعد كده اشوف انا هتعامل مع المشكله دي ازاي، اخد مالي الاول يعني بطريقتنا المصريه البسيطه جدا. انا بشكرك على التبسيط ده، هو بيسعدني جدا. اجيب ولادي لو ما يبقاش ابني في ايدي وادور، يبقى في ايدي الاول بعد كده نشوف احنا ممكن نصد عن نفسنا شر هذا الصراع ازاي. وعايزه اقول لحضراتكم انا طبعا بطمنكم جميعا، بس موضوع السودان بالنسبه لنا هام وشائك جدا. طيب ومهم جدا. لو قلت لحضرتك توقعاتك للسيناريوهات القادمة، واضح ان الهدنة قبلت من الطرفين الان وبيتم تنفيذها بالفعل بدليل ان طائراتنا نزلت وجابت بعض الجنود الموجودين هناك، وبعض الناس بدأت تتحرك بالفعل في الشوارع لان الجثث مرمية في الشوارع، ما فيش حد قادر يتدخل ويطلع. الهدنة جت من مين؟ جت من الامريكان، وواضح ان في صراع. هو حماتي طلب قال لن نقبل الا بواسطة امريكية، يعني قالها بشكل مباشر. فواضح كده ان في خطه بعيده المدى.
واضح انها خطه بعيده المدى، يعني ان احنا لا احنا عايزين حاجه معينه لقدام. انا على طول المدى شايفه ان في احتمال يكون تقسيم واستقلال دارفور، لان ده اخر المخططات، يعني ده يعني في الشرق الاوسط الجديد. انا عايزه اقول لحضرتك ان الشرق الاوسط الجديد دي يعني احنا كنا بندرسها كده، بتدرس عادي على عينك يا تاجر، كويس جدا عادي جدا. ده يعني تخطيط كان كنا بندرسه وهو بيتنفذ علينا. طب ايه المشكله ان هو ببساطه جدا يتمركز في كارفور ويطالب باعلان استقلاله وخلصنا؟ ليه لكل اللي حاصل ده سيناريو من السيناريوهات المتوقعه ايضا. لو الصراع على النفوذ فلازم كل طرف يبين قوته على الارض، وطبعا في اطراف بتلعب ومش عايزين نستبق الاحداث، كله هيبان في القريب العاجل، كويس جدا. وإن كمان أنا الحقيقة ما حدش عارف يتوقع دلوقتي، ولكن يعني نتمنى إن وهقولها منتهى الصراحة، يتم القضاء على قوات الدعم السريع دي في أسرع وقت ممكن لاستقلال واستقرار السودان. فكرة قتل ثلاثة من التابعين للأمم المتحدة في العمليات الأخيرة، يعني هل ده يخلينا في إشارات كمان لكوارث إنسانية، بما أن أنت مجتمع الدولة نفسه أنت بتخوفيه؟ لسه كان في اعتراض الاستفارة لأعضاء السفارة الأمريكية، وادي جنودنا كانوا محتجزين، وإشارات دولية سيئة جدا، وإشارات دولية مرعبة. ومش فاهمة فكرة تصعيد ده، هل أنت عايز تعمل تدخل دولي علشان أنت وضعك صعب وده هيبقى من الميليشيات مش من الجيش، لأن الجيش عمره في بلده ما بيبقى وضعه صعب؟ لا، هو عايز يعمل صدى دولي. ده هو عامل، هو لا ده ما شاء الله البيانات بقاله 3 أيام بيانات بيانات بيانات، يعني كل ما احتد الهجوم واحتد الصراع كل ما لفت نظر العالم والمجتمع الدولي أسرع لقضية السودان. وده خليني أسألك يا دكتورة سارة، أنت عارفة فكرة الأزمة السودانية لما حصلت في صدى دولي ما شفتهوش، ده لما حصلت الأزمة الأوكرانية الروسية ما شفتش ردود الأفعال السريعة والقوية والمتأثرة بما حدث، ده ليه يا دكتورة؟ ليه بقى؟ وده كان مقصود واضح يعني. أفريقيا دايماً، بص يا فندم، أولاً طباخ السم بيدوقوا، دي أول حاجة، تعليقاً على الحوادث اللي حصلت ليهم، والحوادث اللي حصلت ليهم مقصودة بهدف إيصال الرسالة وتسميع الصدى وأي حاجة مرتبطة باتحاد أوروبي أمم متحدة هتسمى. أفريقيا دايما تصور فيها الصراعات على إنها دموية وعلى إنها انقلابات وعلى إنها وعلى إنها. إحنا النهاردة كنا بنقول في مخطط بندرسه وهو بيحاولوا ينفذوه فينا. مخطط ده كان بيقول ايه؟ إعادة ترسيم حدود الدول وفقا لمصالح مين؟ لمصالح الغرب. طب انا النهارده عايز احكم الحتة دي فهجيب واحد تبعي، فاحنا نتتبع نشوف مين تبع مين وهنفهم مين اللي ليه مصلحة سواء في تقسيم السودان او في عدم استقرارها. احنا مصلحتنا ايه؟ استقرار. احنا مش محتاجين بيان الدولة في ده، عارفين كويس جدا احنا عايزين ايه من السودان. احنا عايزين السودان مستقر، مستقل، غير متطرف، لا يحكم الإخوان طبعا، صح؟ صح. طيب النهاردة في أطراف متنازعة بداخل السودان سواء لإعادة ترسيم الحدود الداخلية للسودان أو إعادة توزيع المصالح بتاعة الغرب وبعدين للسودان. السودان منطقتها جغرافية مهمة جدا، وعايزين نراعي برضو أن روسيا والصين بينتشروا في أفريقيا وأمريكا واخدة بالها من حاجة زي دي وخايفه منها جدا. هو فعلا موضوع كبير، يعني كل ده كل من القوى العظمى والقوى الاقليميه على مستوى الدول الخليجيه يا دكتوره، اللي هي احنا اكثر تاثرا بيها، في مصالح متضاربه هناك برضو، يعني انا طبعا مش هنخوض في ده، بس على مستوى الدول الخليج في مصالح متضاربه بالظبط. واحنا كمصر مصلحتنا ايه؟ سودان مستقل مستقر وبعيدا عن حكم الاخوان، ده اللي احنا عايزينه. طيب. ده بقى أكيد في الأروقة الداخلية النهاردة صراع متأجج بالمنظر ده، أكيد مش كل حاجة هتطلع، فالنهاردة أكيد في داخل الأروقة بيتم تسوية الأمور بحيث أن يعني الأطراف المتداخلة اللي بتدفع بالأطراف الداخلية للسودان يتفقوا، زي موضوع روسيا وأوكرانيا. طيب الفاتورة اللي هتدفعها مصر في حالة استمرار نزاع السوداني السوداني اللي حاصل،
وهسألك سؤال تاني عشان نختم بيه واسيب لحضرتك تقولي اللي انت عايزة تقوليه، لان انا سعيدة باستضافتك حقيقي. يعني الله يعطي حضرتك كمان. فكرة الانتهاء الصراع ده يا دكتورة، هل هيكون سوداني سوداني ولا هيبقى فقط بتدخل دولي ولا لسه شوية؟ انا هاخد على حسب اللي هيحصل لمصر ومؤجل الصراع وبيصرف عليه، عايز الصراع ده يطول قد ايه ويوصل لنتيجة ايه. وعلى حسب الأطراف المتداخلة في الصراع أو المتحكمة في الصراع تنتهي إمتى أو دولية، كمان صوتها هيبقى مسموع قد إيه، وإيه قد إيه هينفذ على الأرض. عشان كده أنا جبت لحضرتك من الآخر خالص يا وجب القضاء على قوات الدعم السريع دي خالص، ولكن نتمنى ماشي، ولكن اللي يخصنا إحنا إن إحنا ندفعش فاتورة، إحنا أقل فاتورة ممكن ندفعها هي استقبال اللاجئين، ونتمنى ان لا احنا ولا السودان الشقيق ندفع اي فواتير. كفايه المثال اللي بنسمعها في رمضان وفي موسم اعياد كل سنه واحنا كلنا بخير، ان حضرتك بتقولي السودان الشقيق اللي هي اخر الشارع عندنا هنا الجثث مرميه فيها في الشوارع، فنتمنى ان ما يكونش في فاتوره ندفعها، ده اقل حاجه هتبقى استقبال اللاجئين اقل حاجه. ونتمنى ان مصر تكون طرف فاعل شديد في هذا الصراع وتحكمه للصالح العام للمنطقة كلها، ومصر قادرة على هذا الدور، بدليل إن أول من يلتفت للسؤال على الداخل السوداني مصر، وإن شاء الله مصر يكون لها اليد العليا قبل تنفيذ أي مخططات بتقسيم أو بتأجيج صراع وتطويله، لأن إحنا مش عارفين بعد ده ممكن يبقى. هل ممكن تبقى ليبيا تانية يا دكتورة؟ بعد الشر، بس ممكن تبقى أبشع من ليبيا لأن الوضع أقصى، لأن النزعة كل ما اتجهنا جنوبا كل ما كانت النزعة القتالية أشد، وإحنا عارفين أفريقيا صراعاتها تتسم بالنزعات الشديدة. يعني ليبيا كانت جماعات إرهابية و و و و السودان. إيه أكتر شيء لفت نظر حضرتك من أول الصراع ده أنه مختلف، أنه سيجعل هذه الفترة مختلفة أو الوضع في السودان مختلف؟ لا، أني أول أنا أول حاجة لفتت نظري أني في دول عظمى اتكلمت مع ميليشيات. لا ده كان في تزاور واستضافات الفترة اللي فاتت، ده حقيقي. وإن ثبت يثبت أن هناك مصالح كبرى. أنا كنت بتكلم في أول حلقة قبل ما حضرتك شرفيني عن بيان لإحدى الدول الشقيقة، وهي بتطالب الجيش بالرجوع لسكناته ويطلقوا الأمر لقوات الدعم السريع لإدارة البلاد، وده طبعا هي مصالح أيضا يا دكتور. أنا كنت منتظرة ترد عليها بأنها مصالح. بالضبط، يورينا قد إيه التخبط في المشهد بالضبط، وقد إيه التخبط في المصالح، وقد إيه إن الصراعات الإقليمية والعالمية والداخلية في الدول الركيكة والضعيفة اللي بتصنف دول ضعيفة في القانون الدولي، يعني الدولة اللي مش بسطة جيوشها على حدودها ومش عارفة تلم الدنيا عندها، دي دولة ضعيفة. فالنهاردة إحنا الصراعات الخارجية بتصدر للدول الركيكة والضعيفة، وبينتج عنها ان بيبقى في حروب متمركزه جغرافيا في دول ضعيفه كحال اوكرانيا. نتمنى ان السيناريو ده ما يتحولش لصراع عالمي على حدودنا احنا في السودان. لا، احنا مش بالضبط مش ناقصين خالص. بشكرك، اتشرفت بحضرتك جدا، وحقيقي انا اول مره تبقي معايا لكن سعيده جدا بهذا الحوار. الشرف ليا فندم، وكل سنه وكل مجتهدين حضرتك. بشكرك جدا دكتورة سارة كيرا، خبيرة المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث. بشكرك، شرفتينا ونورتينا، وكانت فقرة استفدنا بها جدا. بشكرك جدا مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهاردة. خلينا أقول إن أنا هكون معاكم بكرة، لأن زميلنا إيهاب شوية تعبان شوية، فإن شاء الله هيعود لحضراتكم في أول حلقات الأسبوع الجديد، هتكون يوم الاثنين إن شاء الله. يرجع بألف سلامة، تمنياتي لي وزملائي أيضا، بنقول له يرجع بألف سلامة وإن شاء الله يكون بكل خير. هي دور برد بسيط لكن أكيد وحش جمهوره ومتابعيه، وحقيقي أنا كان نفسي يكون معاكم النهاردة، لكن اسمحوا لي إن أنا هكون معاكم بكرة، هو هيكون معاكم يوم الاثنين القادم. إيهاب ترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. بشكركم، تصبحوا على خير، دي كانت حلقتنا النهارده.